انضم الينا مراسل الغد محي الدين جبريل. محي الدين، ارصد لنا اخر ردود الفعل على اعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. الان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي يعني ربما خلق ردة فعل الان في الشارع السوداني، بحسب كثير من المراقبين يقولون ان السودانيين عبروا فيها عن خيبة أملهم بالذي تم، وخرج الشارع قبل القوى السياسية أو قبل قاطرته السياسية مرددا هتافات تعكس أنه سيواصل اعتصاماته وتظاهراته، وبالفعل عادت حرقت الإطارات ورجع المعتصمون للميدان أمام القيادة العامة منذ وقتها وحتى الساعة. المشهد كان في حي بري العريق الشهير شرقي الخرطوم، وهو من الأحياء التي درجت على التظاهر بصورة شبه يومية، وقدم ربما النصيب الأكبر من قائمة الشهداء الذين سقطوا خلال تلك الاحتجاجات طيلة الأربع شهور. كان هنالك مظهر احتفالي موسيقي يرقص فيه المواطنون والمحتجون، ولكن فور انتهاء البيان تم إيقاف الحفل وتحركوا بإطاراتهم إلى الشوارع وأحرقوها. في السودان عندما تحرق إطارات السيارات في الطرقات فهذا يعني أعلى درجات التعبير عن الاحتجاج والرفض. حرقوا الإطارات وواصلوا طريقهم. هل ظهر أي رد فعل مستمرة على هذه الاحتجاجات من قبل الهيئة الأمنية أو المجلس العسكري الانتقالي حتى اللحظة محي الدين؟ كل ما صدر هنالك نداءات تم تكرارها حوالي 3 مرات بضرورة الالتزام بحظر التجوال حفاظا على السلامة العامة، ولكن يرى كما تشاهدين في جسر المكنمر الآن خلفي تسير الحركة على حالها، لم تتغير المحال التجارية في الأحياء عن الخرطوم، فيها مناطق بأكملها هي مناطق تجارية ومناطق بأكملها صناعية، ولكن هنالك الأحياء يعني توجد في أماكن مختلفة طبيعة تشكيلة الخرطوم. الآن الطرقات الرئيسية في الأحياء شارع الوادي والثورات والصحافات وغيرها تسير بصورة طبيعية، المطاعم فاتحة، المحلات التجارية تفتح أبوابها والحياة تمضي، لا توجد ارتكازات. يعني الارتكازات العسكرية أو الكمين العسكري هي موجودة على حالها منذ مساء أمس، ربما تم التبديل لكن لم تتم عملية إعادة انتشار للقوات. الجسور فاتحة، في تسعينيات القرن الماضي كان هنالك حالة طوارئ وحظر التجوال مفروض من قبل حكومة البشير، لكن كانت الجسور تغلق عند بداية حظر التجوال. الآن الجسور فاتحة والحياة تمضي على طبيعتها. الآن مجموعات مئات من المواطنين السودانيين في طريقهم إلى ساحة الاعتصام، غير آبهين بالنداءات وغير آبهين بالتحذيرات التي صدرت وبموعد حظر التجوال. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسلنا من الخرطوم.